السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده يا جماعة عندنا الديك روم بتاعنا اهوت، يعني في حاجة غريبة حصلت كده يعني، وعايزة ايه اقولها لكم واقول لكم برضو الحل بتاعها ايه، على اساس ان انتوا برضو كلكم تستفادوا، لان الجو حر وده شيء طبيعي وشيء وارد يا جماعة ان يحصل الموضوع ده. احنا عندنا الروم بتاعنا ما شاء الله من اول ما ربناه وهو عمر يوم ما شاء الله، لا جاله جدري في عينه ولا تعانه اتقفلت ولا صابوا اي حاجه. طبعا فوجئنا يا جماعه في اليومين الحر اللي انتوا يعني شفتهم دولت، يعني شفت حاجه غريبه. طبعا الجدري دوت ما فيش اي حد بيخلى من الموضوع دوت، حتى لو انت عملت ايه باللذي، هو ده من الحر شيء طبيعي ان هو بيجي للروم. فانتوا شايفين يا جماعه الروميه عندنا اهيت، شفت اللي هو اللي قدام ده جدر يا جماعه، ده هي عينيها من هنا سليمه، عينيها من هنا سليمه مفيش فيها اي حاجه اهيت. بس لو جيتوا تلاحظوا، من ان في ناس كتير ممكن ما تاخدش بالها من الموضوع ده، لان الرومي بيبقى يعني طلع في دماغه كده ريش اسود ومنقاره باسود الحاجات دي كلها. بس انتوا لو جيتوا تدققوا النظر هتلاقوا، بصوا شوفوها عند منقارها كده اهي، ده بيبقى جدري ده يعني ان شاء الله حله بسيط، وان شاء الله برضو ايه هيروح معانا. ما نسيبوش، لان ده احنا لو نسيبناه بينشف الروميه معانا وبتزعلها، ما بتخليهاش تاكل ودايما بتبقى واقفه كشه، وممكن لا قدر الله بقى تنشف لغايه ما ممكن يموت. فاحنا ان شاء الله الحل يعني بسيط خالص، ما نقلقش. نفس الشيء برضو في عينيها هنا اهوت، اهو شايفين العين مقفوله ازاي. احنا يا جماعه بنفتح العين بتاع الروميه اهي، اهي ومعانا حته قماشه كده معايا، حته قماشه زي ده كده اهوت، واقوم ماسكه الروميه من دماغها. هنعمل ايه؟ هنطلعه بجدره خالص، يعني احنا هننضف ليه. شوف طلعت معايا اهيت، دي بنرميها بقى في جنب، وبنيجي عند العين، لان هي العين حساسه شويه يا جماعه، يعني دوت بتبقى ايه، هو لو في اي مكان تاني هنقول ماشي. ده في العين اهيت، طلعتها بحالها زي ما انتم شايفينها اهي يا جماعه بجدرها، لازم تكون طالعه بجدرها. خلاص يا جماعه انا شلتها، انا شلت العين اهيت وفتحتها لها اهي، العين نطفت معايا اهيت، لو فيها اي حاجه بنشيلها. هي ار نعم هتخر دم معاكي شويه بس مش مشكله اهي، شوف لو في اي يعني، دي عامله زي الملقاح كده، الحته دي خرجتها بجدرها خالص خالص اهي، نشفت خالص والروميه عينها نطفت معانا اهيت، مفيش اي مشكله ولا في اي حاجه. بس بمسك اللي في رقبتها ده كلته اهي، شوف تحت اللي تحت برضو اهي يا جماعه، بقوم شدها لك ده. احنا قلنا لازم بيشيله من جدره خالص اهو، بنمسك بقى بندور كده في ايه، لو في اي مكان في حاجه تانية اهو بنشوفه له. بنقعد ندور كده يا جماعه في رقبه البتاع، بنفحصها يعني، احنا بنفحص، لان برضو حاجه زي ديت اهي بنشيلها. حته القماشه يا جماعه اللي انتوا بتمسحوا بيها، ما تمسحوش بيها الروميه التانية، على اساس ان ده معدي اهو، بنشيله من الجدر خالص، من الجدر خلاص. برضو بدور لو في اي حاجه تانية بشيلها، عندي مناخيرها برضو حاجه اهي. ان زي ما قلت لكم، انتوا لو انتوا سهيتوا عن الموضوع بتاع الجدر ده بتنقل ومعدي، حتى لو انت عندك رومي تاني بيتنقل من مكان لمكان. انا نضفت الروميه معايا خلاص اهيت، بجيب بقى ايه بعد الخطوه ديت، بجيب البتادين يا جماعه. برضو في حاجه مهمه يا جماعه، احنا مش يعني معظمكم مبقوش واخدين بالكم منه، شفت صدر الروميه من تحت اهو، يعني انتوا شايفين الصدر بتاع الروميه من تحت، شوف لو انتوا ركزتوا كده الكاميرا اهي، شوف الصدر دي انا قلب الروميه اهي، شوف الصدر شوف فيها ايه، يعني دايما نفحص الصدر الروميه من تحت.
رميها يا جماعه عشان يعني ما تهابرش معاكم، ونايماها زمان نايماها كده وايه ورجلها تبقى حد ماسكها او انت تحطها تحت رجلك. إيه انا معايا بعد كده بعد ما نضفت خالص معايا بتادين اهو، معايا بتادين يا جماعه، بمسك مكان مكان كل اللي انا عملته ده خالص وشلته، بجيب البتادين بتاعي واقوم مسقسقه للرميه مكان المكان اللي انا شلته. بعد ما خلصنا ونضفنا الديك الرومي بتاعنا ده يا جماعه خالص ونضفنا كل اللي فيه، الخطوه اللي بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هجيب البتادين، معايا البتادين اهوت، البتادين ده مطهر ما يخليش الجدر يتنقل من مكان لمكان، هنطهر مكان اللي احنا شلنا منه الجدر. تعالي يلا بقى نشوف كده هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما قلت لكم الحته القماشه اللي انتم عملتوا بها ما تعملوش بها الرميه تاني. اهو عندي عينيها كده اهو خلاص. هنيجي برضو نشوف المكان التاني اللي احنا عملنا نقطه بس كده على اللي اهو على الجرح اللي احنا عملنا بوه. خلاص مسكنا الرومية كلها، نضفنا كل الجرح اللي فيها، نقطة بس كده على كل جدر شلناه نحط نقطة. خلاص هنقفل بقى الإزازة بتاعتنا. في خطوة بقى مهمة كمان يا جماعة بعد كده هقول لكم برضو عليها، دي مهمة جدا ولازم تعملوها. بعد البتادين هنعمل ايه؟ انا معايا مضاد حيوي، مضاد حيوي اهو يا جماعه اللي هو البيطري اهو، عشان لو انتوا عايزين تعرفوا ولا حاجه. هاخد قرص من ده، انا حطيت منه في الميه يعني حطيت لهم في الميه، وجبت دواء برده حطيت لهم في الميه، يعني كل سنت على رتل ميه في قلب الميه بتاعتهم، وكل رتل برده بيحطوا له حبايه زي دي يعني كل لتر بتحط لي الرومي بتاعك بتحط له حبايه زي دي، وبتحط له على السنت برده من الدواء اللي انا جايباه هوريه لكم دلوقتي. بس قبل ما اوريه لكم هناخد حبايه وهقسمها اتنين، يعني هاخد الحبايه زي دي هقوم اقسمها اتنين اهي، خدت نص اهو والنص التاني انا هعينه. هقوم جايبه الروميه بتاعتي اهي يا جماعه، بقوم جايبه بق الرميه كده يا جماعه ونص نص القرص بتاعي، وبقوم حاطاه له في بقي بزرها يعني عنده زرها كده اهوت، بقوم منزله له خلاص على اساس اضمن ان هو هيجيب نتيجه معايا وهينشف الجدر اللي في الشاي ده على طول. خلاص انا خلصت ديت اهي. انا معايا برضو يعني معايا ديك تاني، انا معايا ديك تاني يا جماعه برضو، هو نفس الشيء بس مش ما هوش في كتير زي الاولاني، يعني هما الاثنين دولت اللي عندي اللي جالهم الموضوع ده. بس هو حاجه بسيطه في عينه اهيت، هقوم برضو نهضها كده وشايلها له اهي، حته قماشه برضو معايا، يعني الموضوع سهل خالص ما فيش في اي حاجه ولا في اي مشكله اهي. اه يا جماعه شلتها خالص من عينيه، بس هي ما كانتش قافله عينيه زي التاني، التاني اللي كان مقصر فيه شويه، دي بس حاجه بسيطه هي شلتها له. اقوم جايبه برده البتادين، هندور برده لو في اي حاجه، هي لسه في حاجه بسيطه ايه ما تطلع بسيطه خالص يعني ما تذكرش في قلب البلح بتاعه، هشوف برده لو صدره فيه حاجه بتاع اهو. هي وخلاص ما فيش الا هي ديت وشلتها اهي قدامكم. هقوم جايبه البتادين برده وهقوم جاي عند عينيه كده اهو ومسقطه شويه بتدين، يا اما تجيبي انتوا نقطه بتاع قطنه وتعملي بيها اهي
كده تطهر المكان، ما تنقلش بقى من مكان لمكان وتبص تلاقيها تنشف على طول. برضو نفس الشيء، نفس الشيء برضو الحبايه اللي انا اديتها للاولاني هدي برضو النص الثاني للديك بتاعنا. هقوم جايبه برضو كده اهو فاتحه بقه اهو، هقوم بلع نص قرص برضو يا جماعه، وهقوم منزلها له اهي. خلاص خلصنا الرومو بتاعنا، ما فيش فيه اي حاجه، الموضوع سهل خالص اهو. خلاص يا جماعه انا شرحت لكم كل حاجه اهيت، الموضوع سهل وبسيط. دي ازازه الدواء يا جماعه اللي انا جبتها للرومي، اللي انا بحط منها سنت على لتر ميه. بس انا لسه هستفسر على الاسم بتاعه، لان يعني انا نسيت الاسم في شيء، يعني كان اسمه ايه، فانا ان شاء الله هسال على الاسم برده وهعمل لكم له حلقه. بس الاخطر في الموضوع ده يا جماعه ان انتوا لو سبتوا الموضوع دوت ده بيكتر في وش الرومي وبعد بعضه، وده ممكن لا قدر الله يخلي الرومي يموت مني. فاحنا لما ننهضه وهو لسه في بدايته اسهل واحسن من انت تسيبيه يعني ايه وتطنشيه كده من غير ما تنضفيه يغيب في وشه كده، بينتشر بقى من مكان لمكان. خلاص يا جماعه ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم ويا رب يكون استفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. متنسوش تعملوا بقى لايك للفيديو يا جماعه واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس ان شاء الله عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.